فخامة رئيس الجمهورية التقي بمبعوث الرئيس السوداني وزير ديوان الحكم الاتحادي الذي حمل رسالة خطية من الرئيس السوداني تناولت دعم العلاقات بين البلدين، كما التقى فخامته بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية التشادية. وزير الصحة العامة يتسلم مفاتيح أكثر من 100 عربة إسعاف لصالح المندوبيات الصحية في أقاليم البلاد المختلفة مقدمة من قبل جمهورية الصين الشعبية. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء. بحث اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مع مبعوث الرئيس السوداني وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور فيصل حسن إبراهيم. وقد حمل المبعوث السوداني رسالة من الرئيس عمر حسن أحمد البشير إلى نظير أتشادي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين. الحبيب حامد محمد. جاءت هذه المقابلة بعد جلسة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية التشادية ووزارة الحكم الاتحادي في جمهورية السودان، ومفادها رفع نتائج جلسات العمل بين الوفدين إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. تراز الوفد السوداني في هذه المقابلة سعادة الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي في جمهورية السودان وعدد من وزراء السودانيين، والمقابلة كانت أيضا بحضور كل من وزير الداخلية والأمن والحكم المحلي السيد أحمد محمد باشر، ووزير الدفاع الجنرال بشار عيسى جاد الله، ووزير المناجم السيد يوسف أبا صلاح، ومدير المكتب المدني رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو السيد إيسا علي طاهر، والأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد جان برنار باداري، وعدد من مستشاري فخامة رئيس الجمهورية في الدفاع والأمن. المقابلة حملت أيضا رسالة خطية من رئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وتداخلت في طياتها تعميق العلاقات وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والأمنية بين أنجمين والخرطوم، وكذلك التجهيز للاجتماع التحضيري للقوات المشتركة السودانية التشادية لحماية الحدود بين الدولتين. وتعتبر القوات المشتركة السودانية التشادية نموذجا أمثل لبسط سيطرة الأمن في دول شبه الإقليم. الدكتور فيصل حسن إبراهيم قال أن أعمال اللجان المشتركة بين الدولتين يجري على قدم وساق، وتتناول عدة محاور: جانب الأمن والدفاع، وهو تنمية أقاليم غرب السودان وشرق تشاد من خلال منتديات اقتصادية بتوجيهات من القيادتين التشادية والسودانية. هذا المؤتمر سيعقد في 21 و22 فبراير في مدينة الجنينة، تقدم فيه 3 أوراق: ورقة عن العلاقات العسكرية والأمنية، ورقة عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، ورقة عن العلاقات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية. واستمعنا أيضا إلى توجيهات فخامة الرئيس فيما يلي إنجاح هذا المؤتمر والاتفاق الذي تم بينه وبين السيد الرئيس. وأيضا بالأمس التقينا اللجنة الخاصة بجانب التشادي برئاسة معالي الوزير باشر، وسلمنا الأوراق، وإن شاء الله تقدم ورقة واحدة في كل محور تمثل رأي الدولتين الشقيقتين إن شاء الله. هذا وسينعقد ملتقى الاقتصاد والأمن والدفاع بين الجارتين الشقيقتين في مدينة الجنينة الحدودية في أواسط شهر فبراير المقبل، يحضرهما كل من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير. عقب الوفد السوداني، فقد التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية التشادية برئاسة رئيس اللجنة أبكر جرمة، وقد دار اللقاء حول مستقبل الرياضة في تشاد، كان ذلك بحضور معاون رئيس الجمهورية الحبيب حامد محمد مرة أخرى. فحوى اللقاء الذي حضره وزير التربية والتعليم وترقية المواطنة السيد أحمد غزالي أسيل ممثلا لوزير الشباب والرياضة هو تقديم أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجنة الوطنية التشادية للأولمبية الرياضية الذي تم انتخابه بتاريخ 21 أكتوبر عام 2017. ويترأس المكتب الجديد كل من السيد أبكر جرمة رئيسا، والسيد كادر صالح نائبا للرئيس، والسيد مصطفى ياسين أمينا عاما للجنة ورئيس اللجنة التشادية لرياضة التايكوندو. قرابة الساعة تقريبا تعرف فخامته إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الجديدة وتطرق معهم في مختلف البرامج والمواضيع التي تتعلق بالرياضة التشادية. وخلال اللقاء وجه فخامته توجيهات لأعضاء اللجنة الأولمبية الجديدة بأن يعملوا من خلال الرياضة في غرس الروح الوطنية للشباب التشادي، وأن يرفعوا علم تشاد في المحافل الدولية، وأن يعملوا أيضا الحب والسلام والتسامح وروح الأخوة بين مختلف شباب تشاد.
وعقب المقابلة أكد السيد أبكر جرمة رئيس اللجنة بأنهم سيأخذون توجيهات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بعين الاعتبار، وأن يعملوا على التآخي وزرع الوطنية ورفع العلم التشادي في المحافل الدولية. أن خطينا الاستراتيجي وعندنا البلان داكسيون هجينا واستراتيجي وبلان داكسيون هجينا جبنا قدمنا للسيد الرئيس وشيلنا منه وسيه عشان اليوم ده أي شيء ندوره نسوه ندوره وسيه من كبارات ورئيسنا دولة. دو جينا شفنا وقدمنا البلان استراتيجيك بعد أنتنا وسيه ووارانا كيف نخدمه وهو قايد يساعدنا ونقول الأوبجيكتيف في الميليو هنا سبورتيف ده أولا بشيء ناس يدوره تمشي في الكمبيتيشن انترناسيونال واجب الدرابو هنا تطرف فوق الإيم ناسيونال يعني دول ده شيء ببقى في الامبورتانس عن الدولة. هذا وحضر المقابلة مدير المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية السيد عيسى علي طاهر والأمين العام لرئاسة الجمهورية جان برنار باداري. الوفد السوداني الذي يترأس وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور فيصل حسن إبراهيم التقى بمعالي رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير، حيث أطلع معاليه بإنعقاد اللقاء التحضيري لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود التشادية الذي ستستضيف مدينة الجنينة السودانية في منتصف فبراير القادم. خالد موسى الحاج. ضمن المساعي المبذولة من قبل البلدين تشاد والسودان لتعزيز الأمن والتنمية على الحدود المشتركة، تجيء زيارة الوفد السوداني رفيع المستوى بقيادة وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور فيصل حسن إبراهيم لتشاد، وذلك في سياق التحضير لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود التشادية السودانية. الوفد السوداني الذي التقى برئيس الوزراء فاهيمي باداكي ألبير من أجل دعوته لحضور المؤتمر استعرض معه العلاقات بين البلدين إلى جانب المسائل والمصالح المشتركة. وزير ديوان الحكم الاتحادي دكتور فيصل حسن إبراهيم: قابلنا دولة رئيس الوزراء ونقلنا له دعوة لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر من دولة رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكر حسن صالح في السودان، وأيضا أطلعناه على محاور الأوراق المقدمة في هذا المؤتمر، ثلاثة أوراق في المحور العسكري الأمني والمحور الاقتصادي التجاري والاستثماري والمحور الثقافي الاجتماعي والإعلامي. نشير إلى أن الوفد السوداني عقد في وقت سابق لقاء مع وزير الأمن التشادي أحمد محمد باشر وبعض المسؤولين التشاديين من أجل إكمال التنسيق والإعداد لتنظيم المؤتمر المزمع عقده ما بين 21 و22 من فبراير 2018 في مدينة الجنينة بالسودان. جرى اليوم بحديقة وزارة الصحة العامة حفل توزيع أكثر من 100 عربة إسعاف لمندوبيات الصحة، بالإضافة إلى كمية من الأدوية الطبية لعلاج مرض الملاريا مقدمة من دولة الصين الشعبية، بحضور المعنيين في الصحة لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وشركاء البلاد في الصحة. ولدى تقديمه للسيارات وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح أشار إلى أهمية هذه السيارات التي تدخل في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بصحة السكان أينما وجدوا، كما اندرج هذه السيارات في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين. كما طلب وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح من المناديب الاستخدام الجيد والعناية بالسيارات لتؤدي دورها على النحو المطلوب. وعقب تسليم مفاتيح السيارات فقد التقى الزميل أحمد خميس جمعة بوزير الصحة العامة عزيز محمد صالح وقد سأله عن انطباعاته فرد بقوله: اليوم اهتمامنا بالنسبة لتسليم هنا الأمبولانس لوزارة الصحة العامة، وهذه فرصة لي نشكر أولا رئيس الجمهورية رئيس الدولة في مشاركته ومساندته للوزارة الصحة بالملمة الشهرية مع كل المنظمات 24 في الشهر، بخاص في المشاكل هنا الصحة العامة للتشادين. وفي هذا الملمة الرئيس قرر لنشلو نصانده في الأمبولانس اليوم نستسلمهم وتوزيعهم اليوم لكل المكاتب هنا الصحة. نطلب
من كل ال الديليجي من كل الجوفرنير والشيف دي كانتون وكل المسائل في الاحاليم يتهموا ويشيلوا مسؤوليتهم بالنسبه للامبولانس اليوم نوزوهم عشان الاولويه هي تمشي اول للمرضانين. وطبعا المشكله هي الصحه العامه هي ما تخص المكاتب. حاليا في بلدنا عندنا اكثر من 1500 مكاتب دايرين من هنا قدام نشوف الاستثمار كوننا ليكون يشتغل نشتغلوا الشيء الحسا حاليا ده عندنا كيف نتحمل اللي نشتغلوا. سوينا فعلا استثمار كثير مع شركاء عن البلد لكن زي ما كلكم شفتوا زي ما تعلمون الحقيقية عندنا مشاكل مشاكل فعلا اقتصادية لكن الصحة العامة هي من الأولويات من الأولويات في الوزارة الأم في الوزارة المالية ومن الأولويات في السياسة هنت الحكومة. وده في النهاية داير نطلب منكم أي واحد يشيل مسؤوليته في توزيع وفي اشتغال هنا هذا الأمبولانسات اليوم نوزعهم في كل الأقاليم. كما أعرب بعض مناديب الصحة أيضا عن شعورهم في ميكروفون الزميل أحمد خميس جمعة. الأمبولانس دول يعني يقدر ينقص الصعوبات من البوبيلاسيون وبأسهم أنا البوبيلاسيون أنا وديفرة أنا نشكر كثير الرئيس الجمهورية إدريس دبي إدنو شيف دوليتا ونشكر أيضا الوزير عن الصحة. يعني فرانين عشان لي حكومة يدور يساعد شاب لي ناس مردانين يكونوا يودون لابتان شغل عديل وميم لي يا تو رئيس كل دورة. دونك مين انتونا دا انينا ديليغي دول نشيلو مسؤوليه هنانا خلاص نمشي هناك بكبارات هنانا غوفرنادو نشوفو عشان ناس دا وكي دا بخان شي غاسي لكن نشوفو كيف نسو امبولانس دا ينفالي شاف يانا انا بخان دول هي ناس فرحانين فرحانين نقول شنو نقول شيء ال كبارتنا هنا الهلال من تشاد وفوق المينستر هناسيا والغوفرنمان ورئيس ذاته كي شيء السودة سين أنينا فرحانين بيا بلين عشان شيء ده مساعد للمساكين هذا شيء الأنتول ما أنتول الدليجي دول ما أنتول الامسي دول ما أنتول ما لي أنتول الغوفرنر ولا للسلاطين أنتو للشعب الأمبولانس ده لل أي زول مردان نقدر نصحوله بيا نصحوه بيا عندنا الصعوبات بهدف تدريب وتزويد الأطباء والممرضين العاملين في مجالات مكافحة أمراض التأسل والمحارات بالخبرات والمهارات الجديدة. نظمت منسقية البرنامج الوطني لمكافحة التأسل دورة تدريبية بهذا الخصوص. وبهذه السانحة فقد التقى الزميل هارون أبا أدم بمنسق البرنامج الدكتور عمر عبد الهادي وسأله عن أهمية الدورة فرد بقوله: مرض التأسل هو مرض قديم ومرض معروف وشاد يعني من دولة المرض التأسل كتير فوقهم وبالأخص مرض التأسل هنا أطفال مرض ده قاعد معانا بس ما نعرفه المرض ده عشان يال دوق ده جوه هذا ما بقول بمرقول بزغل يكشف فوق يلقوا المرض ده وبعدين ما يعرفوا يوري مروا ما اللي عندهم ده كل عشان نارم يقدر يساعدهم ويعرفوا المرض مش شنو ده. في مرضانين كله ده سنة 2016 ده لقينا 11,077 مردانين في ده يعني 7% من مردانين ده كله أطفال ويمكن أطفال كتير من ده قاعدين وما قاعد نلقوه ما قاعد نلقوه نكشفوه الإيال ده ونعالجوه شان ده يعني الحكومة أسست يعني ملفة كبيرة شان نعرفوه نعلموه للدكاترة الأطباء والإنفرميات وكنا نعلموهم كيف يعني يفتشوا يعرفوا المرض ده وكيف يعالجوا المرض ده. ده شيء عليهم خلانا لمينا مع 37 شخص منهم دكاتير أطباء منهم الانفيرميه أغلبيتهم كل من جمينا
بس في سبع جو من مندو ومن سار ومن جندي. لما انا امام نسوا تدريب هنا يومين عشان كيف يعرفوا المرض السول في بقان الاطفال في يال الاطفال لا وكيف يعالجوه برسميات كمان. قامت اليوم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد بتقديم مساعدة غذائية للعديد من جمهورية إفريقيا الوسطى والقاطنين بمعسكر قوي وللأسر الضعيفة بأحياء قوي والدقيل. المناسبة كانت بحضور السفير الإماراتي لدى البلاد سعادة محمد علي الشامسي. التقرير آدم حسن المكامي. عام زايد، المخلد لإرث القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل وفق رؤيته وقيمه، هذا ما وضعت بصمته سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد بتنفيذها مشروع توزيع سلات غذائية لعدد من الأسر المحتاجة بالعاصمة أنجمينا، وذلك بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي والمساعدات الإماراتية بالتنسيق مع ملحقية سفارة الإمارات العربية المتحدة. المحطة الأولى لتقديم خيرات زايد كانت بمعسكر العائدين بقوي، حيث احتشدت هناك المئات من الأسر المستضعفة والميسورة الحال بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة محمد الشامسي الذي أطلق عملية توزيع السلات الغذائية على الأسر، واستفادت 500 أسرة بمعسكر قوي من هذه المساعدات الغذائية. سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد أثناء حفل توزيع السلات الغذائية تحدث قائلا: يعني أول إجراء نحن نسويه في عن طريق ملحقية المساعدات التابعة لسفارة دولة الإمارات في جمهورية تشاد وبدعم من الهلال الأحمر، تم توزيع السلال الدفعة الأولى من السلال الغذائية، وهذا من منطلق التوجه الرشيد من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للوقوف مع أخوانهم التشاديين والوقوف مع الناس المحتاجين. وحقيقة الأمر هذا واجب علينا وفرض على دولة الإمارات أن هي تقف مع أخوانهم في جمهورية تشاد، ولكن هناك في برنامج متكامل يشمل المواد الغذائية، يشمل المواد الصحية، كذلك هناك برنامج مياه أيضا، حفر أبار مياه بكل أنواعها، وبناء مدارس وبناء دار أيتام إن شاء الله في القريب العاجل. المحطة الثانية لمشروع التوزيع كانت بقرية قوي التي حظيت فيها الأسر أيضا ب300 سلة غذائية، وكان ذلك بحضور السلطان قوي الذي أعرب عن شكره وتقديره للإخوة في الإمارات العربية المتحدة. نشكرهم كثير، نشكرهم كثير، شاف تابانين ودولة الإمارات ما قصرت في تشاد، ما قصرت في تشاد كامل، نتمو الله يتم أجرنا ونرمل أنتك شيئا أمبقر كثير كل أنتك، نشكرهم كثير. وانتهى مشروع توزيع السلات الغذائية بحي الدقل الذي احتشدت فيه سكان الحي بكثرة، وتم توزيع 400 سلة غذائية على النساء والرجال المستضعفين الذين ثمنوا هذه البادرة التي ساقتها إليهم الإمارات العربية المتحدة في إطار إحياء مآثر وإرث زايد العظيم. من أجل عرض مختلف المشاريع التنموية التي يقوم البنك العالمي بتمويلها في البلاد، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي اجتماعا ضم الخبراء من الجانبين. هذا الاجتماع أنهى عمله أمس بفندق الإزجر بلازا في مناسبة ترأسها الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط منى حسن سكايا. بعد يومين من العمل المكثف في الاجتماع الخاص لاستعراض المشاريع المشتركة بين تشاد والبنك العالمي والذي جاء بعنوان تحسين أداء المشاريع لتحقيق تأثير أفضل على المستفيدين، اتضح أن الهدف منه هو دراسة وتنفيذ المشاريع الممولة من البنك العالمي، وقد سمح هذا اللقاء للمشاركين مناقشة مجمل المواضيع المتعلقة باستراتيجيات التنمية المستدامة. في مداخلته بحفل الختام، الأمين العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي ممثلا للوزير نور جوكني نور طلب من المشاركين القيام بالعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها الوزارة على نطاق واسع لتنفيذ كافة المشاريع. عقب ذلك تحدث ممثل البنك العالمي بتشاد، حيث قال إن البنك العالمي يقف دائما مع الحكومة التشادية في إيجاد الحلول الملموسة لتحسين المشاريع التنموية في البلاد، مؤكدا بأنهم سيجتمعوا اجتماعات مماثلة في
شهر يونيو المقبل لطرح التوصيات إلى أقصى حد ممكن، مطالبا الشركاء الفنيين والماليين لتنفيذ المشاريع المخططة من قبل الحكومة وشركائها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. الوفد السوداني بعد لقائه بالسلطات العليا في الدولة توجه إلى منزل فقيد الأمة الدكتور حسين حسن أبكر الكائن بحي أمر جابة لتقديم العزاء لأسرة الفقيد ولأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي. هارون أبادة. في إطار العلاقات الحميمة التي تربط بين الشعبين الشقيقين التشادي والسوداني، فقد قام وفد سوداني رفيع المستوى بزيارة إلى البلاد برئاسة وزير الحكم الاتحادي الدكتور فيصل إبراهيم مبعوث رئيس جمهورية السودان بهدف تقديم العزاء لأسرة وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوفاة فقيد الأمة التشادية والعالم الإسلامي الشيخ الإمام الدكتور حسين حسن أبكر الذي انتقل إلى جوار ربه في 14 من شهر يناير الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس بعد وعكة صحية ألمت به، وذلك بمنزل الفقيد بحي أم رجيبة. وفور وصول الوفد فقد استقبل من قبل أسرة الفقيد وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وخلال هذه الزيارة قدم وزير الدولة في الخارجية الدكتور عطا المنان بخيت كلمة وصف فيها فقيد الأمة الشيخ الراحل الإمام الدكتور حسين حسن أبكر بأن نجاح وتطور اللغة العربية في تشاد كان بفضل جهود الراحل الشيخ الإمام الدكتور حسين حسن أبكر. أنا الشيخ الدكتور عرفت اسمه عندما كنت طالبا في جامعة الدرمان الإسلامية، كنا كلما ولم نعاصره وجدناه قد تخرج من الجامعة لسنوات طويلة، ولكن كان كلما تكلمنا عن الدعوة في غرب إفريقيا يقول لك الأساتذة كان هنا طالب يدعى حسين أبكر من تشاد، كان نموذجا للطالب الداعية. الدكتور حسين أبكر ما عنده من علم ومعرفة كان يمكن أن يكون أستاذا جامعيا ويغيب عن تشاد ويقترب في الخارج ويجلس في كل مكان شاء ويعيش حياة رغيدة، لكنه فضل أن يعيش بين أهله وفي بلاده ويصبر على مهمة الدعوة الصعبة في هذه البلاد. وكما عدد بهذه المناسبة والي ولاية غرب دارفور فضل المولى الهجة مناقب وإنجازات الفقيد ومساعيه في جلب الخير وخلق فرص التعاون لبلاده وتحسين العلاقات والصداقة بين الشعبين الشقيقين وتحسينها في مختلف الأصعدة. ومن جهته نجل الفقيد فيصل حسين حسن بكر فقد شكر باسم الأسرة والشعب التشادي جمهورية السودان حكومة وشعبا على تعزيهم ومواساتهم في فقيد الدين والوطن الشيخ الإمام الدكتور حسين حسن بكر. صراحة زيارتكم ستترك بصمة على الأسرة وستترك بصمة على المجتمع التشادي بكل إن شاء الله. حقيقة لا نجد الكلمات لنعبر عن الإحساس الذي نحمله الآن نحوكم ونحو السودان حكومة وشعبا. حقيقة نحن ممتنين لكم ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نسير في الدرب الذي تركه الوالد. وفي نهاية الزيارة ترحم الوفد على روح الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي ذات السياق قام سلطان مدينة السار والوفد المرافق له من إقليم شرق الأوسط قاموا بزيارة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتقديم واجب العزاء لأعضاء المجلس في وفاة الدكتور حسين حسن أبكر منتصف شهر يناير الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس. عبد الله حرم. قام وفد من أبناء إقليم شارية الأوسط بقيادة سلطان مدينة سار بزيارة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتقديم واجب العزاء إبان رحيل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور حسين حسن بكر الذي وافته المنية مؤخرا. محمد صديق عمر ممثل أبناء الإقليم بحيث سرد وعدد أهم الإنجازات التي قام بها فضيلة الشيخ الدكتور الراحل حسين حسن بكر في مدينة سار خلال 27 عاما. أما سلطان مدينة سار من جهته فقد أكد في حديثه إن فضيلة الشيخ حسين حسن بكر فقيد الأمة الإسلامية ساهم في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين الأديان على مستوى البلاد. جيناكم بعد ما سمينا بهذا الألم الشديد بعد وفاة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر، حقيقة صدمنا صدم شديد لأن الشيخ كان رجل الكل، بشمل ولا بفرق بين مسيحي ولا مسلم، ونحن العايشين في الجنوب
عارفين هذه الحقيقة، عارفينها ومحضرينها. فيما شكر الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية بالإنابة سلطان مدينة سار والوفد المرافق له على قيامهم بأداء هذه التعزية، وأضاف بأن الدكتور حسين حسن بكر ترك بصمة واضحة حول التعايش السلمي ومبدأ الحوار بين الأديان المختلفة بالبلد. وفي سياق متصل يتقدم المدير العام للمشروع الزراعي ذهب علي يوسف باسمي وباسم أعضاء المشروع بتعزيه الحار لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو ولأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولأسرة فقيد الأمة الدكتور حسين حسن أبكر الذي توفي في منتصف يناير الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس، كما قدم كل من الأمين العام لإقليم تبستي عثمان أحمد كوسي والمستشار الأمني للحاكم العقيد عبد الله إساقة قدما تعزيهما لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو ولأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولأسرة الراحل فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر. تسلم اليوم المدير الجديد لشرطة بلدية مدينة إنجمينة أدمو إبراهيم مهامه رسميا من المدير السابق عثمان حسين مكيلة. مناسبة التسليم ترأست عمدة بلدية مدينة إنجمينة مدام جمع إبيت. تقرير أدم حنفي فضي. هكذا شهدت ساحة الشرطة البلدية حفل تسليم وتسلم لإدارة الشرطة البلدية بين العقيد أدم إبراهيم مينا خلفا للعقيد أسبان حسين ميكائيل الذي تولى قيادة الشرطة البلدية لمدة 15 شهرا. المدير الجديد لشرطة البلدية العقيد آدم إبراهيم شكر كل الجهات المعنية بأعمال البلدية على الثقة التي أولته إياه، وطالبا في حديثه الوقوف معه من أجل تحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين الشؤون الخدمية وذلك بمراعاة الضوابط واللوائح المعمول بها. عمدة مدينة إنجمينة مريم جمع عبيد أثناء مداخلتها شكرت المدير السابق لشرطة البلدية على ما قدمه من إنجازات حول مراقبته للمواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية، كما طلبت من المدير الجديد تكثيف جهود العمل من أجل خدمة المدينة. المدير السابق عثمان حسين ميكائيل في خطابه أكد بأنه خلال فترته قد حقق الكثير من الإنجازات التي تسعى إلى تحسين قطاع التنمية وذلك عبر التنسيق التام مع الجهات المعنية بالأمن وكذا مدراء الأسواق ورجال الاستخبارات، وتجدر الإشارة إلى أن شرطة البلدية هي مكلفة بمتابعة جمع الضرائب وتنظيم المرور، كما أنها تقوم بحراسة جميع الشؤون الخدمية بالمدينة عبر المشاريع التنموية للبلدية. يعتبر منتج البوغولو من المنتجات الموسمية التي تزرع بكميات كبيرة في مناطق جمان كيم وغيرها من الأماكن بإقليم مايوكبي الشرق، ويعتبر من النباتات التي تحتوي على كمية غذائية كبيرة وهو في متناول الجميع. الزميل حسن جد عمر عد التقرير التالي حول هذا المنتج. تمتاز بلادنا تشاد بأراضي زراعية خصبة لإنتاج كل المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها والتي من شأنها رفع النشاط الزراعي بالبلاد، حيث هناك مساحات واسعة لزراعة الخضروات والبقوليات بشقها المطرية والمروية. ويعد نبات القلقاس أو ما يعرف محليا بالبوغولو واحد من النباتات النشوية الموسمية، فموطنه الأصلي في تشاد منطقة جمان بمايوكيبي الشرق وكذلك بمنطقتي كيلو وسار إلى جانب إقليم السلامات، ويبدأ موسم حصاد هذا المحصول هنا بتشاد ابتداء من شهر ديسمبر حتى نهاية شهر مارس، ويعد من المحاصيل المزروعة محليا حيث تستقبل أسواق العاصمة يوميا كميات كبيرة من هذا المحصول ويحصى سوق الدنبي بالنصيب الأكبر. وترى النص لنا هنا ده يعني في الأكثر بيجي لنا مش الأشرة ده من كيلو، وأشرة اللي يجي لنا من كيلو ده يعني مش الست تون دول مش الباقاشة سواتر دقاق يجي دينا ده يجي لنا أشرة يجي أشرة تنين أغلبية أشرة ده يعني يجي لنا يشيل 70 أشرة، وصار ده يجي لنا وتر ديرو 20 تون ده يجي لنا من صار، وصار ده الشيء كي هو بقول لك ده هو أجيب
عشان هم ما جاي يدسوا انجري ولا قاعد يجي طوال الناس زي دول اللي اكل هو ادي هو كان جاي يعني ناس يحبوا وانا كيلو ده شيء علمي تعرف كيلو ده هو زون حق علمي كتير بقول حق علمي ده هو جاي يا يا هرتو ويجي كتير لكن انا صار ده شيء كان جينا في ديسمبر ما جانفي ده وقت اليوم الكفوبه كي حتى نجي في عموما دي مارس ابريل ده ياك كانغاتا خلاص مو يمشي اخدمو يزدمو تراب مين ناجي كنتو يرجو يخدمو اخر الوقت ده على سنين ركتير دونك على نندوس في بيريت انا مونغو وما شوكولاته. أماكن بيعه منتشرة حيث نجده في الأسواق والطرقات العامة وعند الباعة المتجولون. تأثير هو بس أنا نساوه كان شو الوايد أنا قفوق 200-300 كلا فضل شيء أنت راكب أيام أجي أفضل فقال لقيت جي لنا جي 3,200 فكان وايدين 3,100 3,000 فكان وايدين 1,600 دول فكان وايدين 2,100 2,200 دول سوق ده والله الحمد لله عندنا مرات وايدين السوق ده كي شيء كوجب لكن يومين ده الحمد لله كان يسوي هذا التمر تلقى نيا لك ده مفخاتر يوم ده كان الله كملا شو رأينا كملوا الله ما كملا ما كان تامو. كما أن نبات القلقاس يلقى إقبالا كبيرا من قبل الزبائن الذين يفضلونه عن غيره من الأطعمة الجزرية كالبطاطا وغيرها. ونظرا لشح العمل وانتشار البطالة بين أوساط الشباب فقد كان هذا المحصول مصدر رزق لعدد منهم. كان عدلوا كروب مكسرو كله قبل ده وقاعد ترى مية مية شوال واي كم واي ده كان كمبل أربع شوال ولا نادو واي ده كمبل خمسة شوال كي كان كمبل فوق ندلي وقلو شوال واي ده 20 وخمسة في يوم واي ده كان على أنتني ده كان نلقى 20-10 كلن نلقى ما شريف لكن أشياء شيء نام شو قبل عندنا بيت ومأجرين قاعدين نبغى ندبر أشياء شيء ونام شو نكفوه. وبالرغم من أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية يعد بحد ذاته غير صالح للأكل قبل الطهي على حسب أخصائي التغذية. بقول هذا عند سكر فوقه عند ما هو يبي وايكي أننا جانا دوب نصار قال فيبر وفيبر أنا هو الفي فوقه بسكر أنا هذا جاي أوينا جلد أنا نادو وجاي أوينا كير نادو مال جاي يأكل بقول هذا يا ألوينا كثير. بقول هذا إندا فيتامين كل فوقا فيتامين أ. وفيتامين أ ده. جاي ألوينا إنا. وجاي ألوينا يالات من كبر حجم. قدام ما تنيجي بقول هذا تكسر السماء. قبل تنيجي. قال إنت نيجي ده تأكل ده جاي ألوينا جلد كثير. خلاصة القول إن طعم ومذاق القلقاس أو ما يعرف بالبقول الفريد لا يحدثك عنه وغير شهيد. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة.